قرية نوبة قضاء الخليل ولد وترعرع، لكن بعد حرب 67 من القرن الماضي أبعد هو وعائلته إلى الأردن، وهنا بدأ حياته الدراسية. دخل الجامعة الأردنية وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من هذه الجامعة. يهتم كثيرا بدراسة التاريخ الإسلامي وخاصة الحقبة التي تلت وفاة الرسول وصولا إلى الدولة الأموية. إنه حامد الدبابسة، فلنتعرف إليه. منذ المرحلة الإعدادية في حياته الدراسية أدمن القراءة كما يقول، ولا يزال. إنها متعة المعرفة وزيادة الوعي والمزيد من الاكتشافات على صعيد الفكر والفلسفة. هذه الخاصية عند الدبابسة شكلت خلفية مهمة للحديث معه حول قضايا عديدة. حامد الدبابسي، مع حفظ الألقاب، وأنت من قرية فلسطينية حيث ولدت وترعرعت، هل تذكر يعني من الذي أسهم بنمو وعيك، ما أدى فيما بعد إلى دخولك نهج الفلسفة والحصول على الشهادات العليا؟ لعل أحيانا الواقع قد يكون أكثر العوامل التي يمكن تشكل وعي الإنسان أكثر من أن يكون هناك شخص بعينه. يعني الظروف التي تؤدي إلى أن تعي ما الذي تريد وما الذي تريد تفرض عليك هذا الواقع اللي يعني يفترض منك أن تستجيب له. هذا الاستجابة هي نوع من الوعي، يعني لأنها في النهاية مبنية على موقف، الموقف مبني على فهم. في النهاية الظروف التي يعني مر بها المجتمع الفلسطيني بعد عام 1967 خلقت هذا، يعني هذا الزلزال في كيان الصغار والكبار. تتسلح بشيء نعم، لأنه في الأخير أنت لا تستطيع أن تبقى فقط ضحية على مدى الطويل. في النهاية لا تريد أن تقاوم حتى ولو غريزيا، يعني أنت بتدرك وأنت صغير أنت لا تستطيع أن تقاوم على مستوى الوعي الواضح، تستطيع أن تقاتل عن طريق البقاء، من أجل الصراع، من أجل البقاء. هي في قرية النوبة. في قرية، نعم، في القرية، قرية النوبة. في قرية النوبة. الإحساس بالإنجاز في مجتمع، يعني مجتمع في النهاية مجتمع محدود، تشعر أن أصبحت يعني راضياً عن نفسك في هذه اللحظات من خلال أنه تحقق الأفضل. يعني أحياناً عندما تكتشف في لحظة من اللحظات أن ينقصك شيء ما هو وتستطيع أن تعوضه بشيء آخر قادراً على هذا التعويض، تكتشف نفسك أن أنجزت شيء يعني ترضى عنه ولو على يعني على المستوى الشخصي وبصورة جزئية. تعززت هذه الصورة عندما أيضاً يعني أتيت إلى عمان. أبعد الدبابسة مع عائلته من قريته وهو في سن 13 من عمره ووصلوا إلى عمان. الحقيقة أنه بجزء من أكثر المواقف اللي أثرت فيه شخصياً ذلك الموقف، لأن أنت تخرج من مكان تعرفه وتألفه وترغبه، والآخرين يعني لك علاقات وتعرف تماماً موقعك من هؤلاء، من هذا المجموع. في لحظة من اللحظات تدرك أنك ذاهب يعني إلى مكان لا تعرفه وما بتعرف ترجع ولا ما بترجع، لا تعرف انت ما الذي يمكن ان يواجهك في لحظه من اللحظات. وهذا الحقيقه يعني انا يعني انصدمت على مدى 3 سنوات، المرحله الاعداديه الاول والثاني والثالث الاعدادي في النظام القديم، بقيت يعني اقاوم المحاوله التكيف لعلني اعود الى ما كنت فيه، لانه ما كنت فيه كنت يعني رغم الظروف سيئة جدا على المستوى الأسري، بس على الأقل في المدرسة كنت أشعر أني أنا أحقق ذاتي، معناها في بين الأقران وبين المدرسين، حتى كل المدرسين والإدارة كانت يعني بتحبني وتحترمني. مضت الأيام واختار الدبابسة الفلسفة سبيلا له، فما الدافع؟ الذي دفعني يا سيد العزيز، وأنا في المرحلة الإعدادية يعني كنت مدمنا على قراءة وأنا أذكر يعني كان والدي يعطيني
النقود لأشتري الملابس، وكنت أشتري فيها يعني بدلا منها كتب. بديت يعني أعمل بتدفي أكثر، بتدفي وتكتشف أنه أنت تزور عوالم مختلفة وأزمان مختلفة، وتقابل آلاف الأشخاص اللي يعني أمني من الأماني. يعني أذكر أنا من الكتب التي قرأتها في وقت مبكر كتاب الجاحظ، البيان والتبيين، رغم الصعوبة التي يعني يمكن أن يعانيها طالب في المرحلة الإعدادية، لأنها فتحت أفاق غير عادية في أن أقرأ فيما بعد. يعني أنا أزعم أني عندما انهيت الثالث الإعدادي كنت قرأت عشرات الروايات العالمية بكل عن الروايات الروسية والإنجليزية والفرنسية وحتى الإسبانية والأمريكية، مترجمة باللغة العربية في المقام الأول. كنت عارف أن الإخوان المسلمين منعوا مادة الفلسفة في المدارس والجامعات؟ نعم، للأسف ما أصبح يستلم وزارة التربية والتعليم. هذه إحدى الأخطاء اللي أنا اكتشفتها يعني لاحقا فيما بعد، أنه المفهوم الصراع والتضاد ما بين الدين والفلسفة ليس صحيحا، لا علاقة الأمر بالصور الدارجة. الدين لا تعادي الفلسفة والفلسفة لا يعادي الدين. يعني عدنا قديما في القضايا التي هاجم فيها الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي الفلاسفة، تعرف كتاب تهافت الفلاسفة تعرض 20 قضية فلسفية، منها 17 قضية يعني لم يكفرهم فيها، وإن كان بدعهم في بعضها، لكنه كفرهم في ثلاث قضايا جوهرية. هو نفس الغزالي بعد مرحلة من المراحل اكتشف أنه والله القضية لا تستحق التكفير، قضية اجتهاد. أنا ما أقول إنه ما أقوله إنه عندما نلغي العقل تحت ستار إنه الفلسفة حرام، الفلسفة ليست حرام، ليست حرام. الفلسفة عملها أساسي هو البحث عن الحقيقة من خلال أنك تستخدم عقلك. طب هو حتى الدين يقول لك استخدم عقلك، والدين يقوم في جوهره على 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 على, 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 على الحقيقة. وبناء على هذا الوعي المبكر عند محدثي اختار وركز في دراسته على ابن رشد. ابن رشد انا من يعني كنت من المعجبين به وانا في المرحله في البكالوريوس، ودرست هذه الماده مع الدكتور فهمي جدعان اطال الله بعمره، فاهتمينا بهذا الجانب. لغه ابن رشد تعجبني، كنت اريد ان اكتب رساله الماجستير حقيقه عن ابن رشد، لكن الدكتور فهمي جدعان في ذلك الوقت اخذ سنة تفرغ وذهب الى المانيا، وذكر هذا الامر في انه تفرغ في المانيا في 86 لانجاز كتاب المحنه، في وبالتالي لم يعني يشرف على يعني يكون متاحا لاشراء هذا الامر. فذهبت الى سمي وقريب لابن رشد هو ابن حزم، كملت رساله الدكتوراه الماجستير كانت عن ابن حزم على الجانب الأخلاقي على الأقل، واكتشفت أنه هناك ثروة غير عادية حتى في يعني ابن حزم في النهاية هو فقيه ظاهري، والظاهريين يعني هم أعداء للقياس، لكنه من المدافعين الشرسين عن الفلسفة. وهذه القضية فيها يعني شغلة غريبة في هذا السياق. إيه بس الأصل عندك هو قصة تمجيد العقل عند ابن رشد. طبعا ابن رشد ليس فقط قضية تمجيد العقل، ابن رشد اعتبر ان انسانية الانسان لا تتحقق الا بالعقل، وطرح نتيجة لهذا الامر طرح عدد هائل من الافكار اللي الان نكتشف انه احنا متخلفين قياسا عليها. لكن ما الذي حدث في انه لم نستفد من ابن رشد يا سيدنا العزيز؟ الذي حدث في انه لم نستفد من ابن رشد انه اتى في لحظة مفصلية في تاريخنا. عملية السقوط الأمة كانت قد بدأت فعليا. لو في عندك قضية انتشار التطرف والهمجية في البلدان العربية بالفترة الأخيرة يعني هي سببها كمان أيضا أنه اللاعقلانية التي سادت. يا سيدي العزيز هناك مجموعة كبيرة، لا نستطيع أن نقول أن هناك عامل واحد هو العامل الجوهري فيه. في عامل أنه غياب العقل، الغياب الحقيقي لفهم الدين صح كمان، وهي قضية مهمة. عبارة عن أحيانا في مدارس دينية وفكرية يأتي الشخص غير مؤهل، يعني قال العرب قديما لا يوجد أسوأ من نصف الطبيب، لأنه نصف الطبيب يوديك إلى القبر ونصف الفقيه يوديك إلى 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 إلى, إلى, إلى جهنم. هذا اللي بنخاف منه، الفقيه العالم الحقيقي لا يقف في هذه المواقف المبتسرة في النهاية.
هناك العامل طبعا لا نذكر، هناك العامل الاجتماعي كمان من عوامل الداخلة في 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 خلق التطرف، هناك العامل السياسي كمان في لا, لا, لا نستطيع أن ننكر هناك مجموعة من العوامل. العامل الاقتصادي، شباب يتخرج من الجامعات لا يجدون مكان عمل، هذا الفراغ كما قال الفراغ والشباب، وهذا التحدي الإعلامي اللي نشوفه الآن بيصور لك يعني مفتح القنوات ويرى العالم الـ يعني المثالي، وجالس في مكان لا يستطيع أن يشتري كأسا من 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 من, من القهوة. طبعا بده يكون حق في النهاية، في إنسان بإنسان. هذه العوامل كمان عوامل نفسية إحنا بحاجة إن نقرأها صح، حتى نكتشف إنه ما وصل إليه الشباب في المرحلة من المراحل ما يسمى بالتطرف، هي مجموعة متضافرة من العوامل خلقت هذا هذه النتيجة المؤسفة للأسف الشديد. الآن الكل يعني يربطنا كعرب وكمسلمين يربطنا بالتطرف. انهمك محدثي بالعمل فكريا على الدراسات الإسلامية، وتعتبر حسب العديد من الباحثين مراجعة نقدية للمراحل التاريخية الأساسية في الإسلام. يهتم حمد دبابسة بدراسة المرحلة التاريخية بعد وفاة الرسول وصولا إلى الدولة الأموية. ما هي الأسباب دكتور لاهتمامك بهذه القضية بالذات؟ لعل هذه المرحلة في تاريخنا يعني هي التي شكلت مفهوم الأمة العربية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المقام الأول، سواء على ما يتعلق بمفهوم نشأة الدين الإسلامي ذاته. وهي مرحلة يعني هذا الجانب لا نتحدث عنه لأنه مقضية معروفة، لكننا سنتحدث عن ما نشأ عنه في فترة مبكرة تماما. لعل القضية الجوهرية التي يجب أن نغفلها دائما هي العامل القبلي، الصراع العشائري القبائلي الذي حدث في تاريخ الإسلام. وأنا أعتقد أن الإسلام تم توظيف الإسلام بمفهوم العصبية، بمعنى أنه عندما توفي الرسول الصراع الذي حدث هو صراع عصبي وصراع قبلي في المقام الأول، لأن العرب عندما ارتدوا في أصلاً بعد فترة الرسول كانت القضية مرتبطة بالتركيب القبلي للعرب. هذا الصراع انعكس ليس فقط يعني على الدين، انعكس على مفهوم الأمة نفسه، لأن هذا الانقسام الذي حدث لم يجبر حتى تاريخياً، بقي هذا الصراع واستمر يعني في الدولة الأموية. الصراع حتى عندما رحل العرب في الأقاليم انتقل الصراع القبلي بين قيسي ويمني. وأنا أذكر يعني من ضمن ما كان يحدث أنه أحد يعني جدي تحدث وأنا صغير كان يتحدث عن الصراع القيسي اليمني حتى في مناطقنا حتى بعد 1400 سنة. فيعني بقيت جزءا من سيرورة هذه الأمة الصراع الذي حدث والخلاف والشقاق الذي حدث في الدولة الأموية هو الذي شكل مسيرة الأمة العربية تاريخيا. وتوقف الدبابسة في كتاباته عند قضية الخوارج. هم في النهاية الخوارج هم أول الجماعات المنظمة سواء على المستوى الفكري ولا على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى العسكري التي خرجت من جسم الأمة. هي في النهاية خرجت من الجسم من الجسم العصبي. يعني هؤلاء الناس يجب أن ندرك نقطة مهمة جدا. الرسول عندما توفي في السنة 11، القبائل معظم هذه القبائل دخلت الإسلام قبل بسنة، لم يعيش الرسول ولم يعرف الإسلام من الرسول. هؤلاء الناس دخلوا بحكم أن الأمر الواقع أصبح غلبة. الرسول عندما ذهب إلى الطائف ذهب بـ10,000 بـ12,000 جندي، أصبحت بالنسبة للجزيرة العربية تدرك أن هناك قوة لا يستطيع مغالبتها. لم يقرأوا الإسلام ولم يفهموا الإسلام. وهؤلاء في ظني يعني المعزز بأشياء بشواهد كثيرة أن الخوارج من هؤلاء الناس لم يفهموا الإسلام، وفي نفس الوقت كانوا يرفضوا سيطرة
قريش على 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 سياسيا وعسكريا عليهم. هي قضية قاطبة إنه ما كان العرب يعني يتقاتلون فيما بينهم في القبائل، لأن كل قبيلة كانت منفصلة عن القبيلة الأخرى. هاي نقطة. نقطة أخرى ما هي أيضا مصالح رؤساء العشائر والقبائل. الآن نستطيع أن نقرأ هذا الأمر ونتفهمه في وضع السياسي العربي المعاصر، وكل دولة تستطيع أن ترفض التعاون مع الدولة الأخرى أو الاتحاد معها بذريعة أنه هناك مصالح الفئة التي تقوم على مصلحتها. وهي القبائل العربية بنفس المنطق. إذا عملنا نقل حامد الدبابسي إلى العصر الحديث، يعني منذ 20 سنة والمنطقة تلتهب بقضية تيارات الإسلام السياسي العنيفة المتطرفة الوحشية الهمجية، هل تجد مقاربة بين ما جرى في هذه الحقبة التاريخية وتلك الفترة التي توقفت عنها في أبحاثك؟ في النهاية الفهم الخاطئ وسوء الفهم يعني ليس له زمان، والمصالح تتناهى أحيانا أيضا بغض النظر عن الظرف، لكن من نقل بعين اعتباره هو الزمن المختلف، يعني زمن القرن العشرين أو نهاية القرن العشرين أو على الأقل النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت الحركات الإسلامية السياسية بالقياس إلى الحركات السياسية الأولى في الخوارج، عند الخوارج وعلى التهدين وعلى الشيعة ثم بعد ذلك على المرجئة. والمرجئة هؤلاء يعني في النهاية الحركات الثلاث الأولى في التاريخ الإسلامي حركات سياسية في المقام الأول، مش حركات فكرية. طبعا تلبست الإطار الفكري. الجماعات الفكرية السياسية الإسلامية المعاصرة أخذت بعد مختلف تماما في هذا السياق، على الأقل فيما يتعلق بنظرتهم إلى الإسلام من الناحية السياسية. النظرية السياسية في الإسلام هي جزء عضوي من الدين الإسلامي نفسه، يعني عندما الجماعة الإسلامية تسعى إلى إقامة الحكم أو تركز على الجانب الشكل الجانب هذا الشكل من الإسلام، هي كانت تعلم أنه لا قيام للإسلام بدون هذا الوجه السياسي، رغم أن السياسة جزءا من الكل، لكنه لا قيام لا سيرورة وقيام للكل بدون هذا الجزء. لكن للأسف الشديد قسم كبير منهم يعني تنكب الطريق وفهم الأمور أيضا بطريقة خاطئة. إذن هل المشكلة في الخطاب الديني أم في الدعاة الذين يورثون الجهل حسب وصف محدثي الفهم الخاطئ للدين؟ هي مجموعة عوامل. مشكلة الخطاب الديني قلت لك أحيانا مشكلة الخطاب الديني نفسه أحيانا مذوت. ما هو انتشرت جماعات إسلامية كثيرة، إذا بنأخذ بالاعتبار ليس جماعة واحدة. معنى ذلك لما اختلفت الجماعات أصلا وتكاثرت؟ لأن الخطاب الديني نفسه تكاثر، وهذا أيضا سبب جوهري. يعني عندما تحدث عن جماعة معينة نذكر أسماء معينة، هؤلاء الناس في فترة معينة تقرأ الدين بطريقة مختلفة تابعة أيضا للشخص الذي قام بإنشاء هذه الجماعة. أيضا هذا خطاب ديني مغلوط، لأنه في النهاية هو يعبر عن فهم هذا الشخص في مرحلة وله توجهات معينة. سنكتشف أنهم كما قلت سنكتشف أن هؤلاء الناس قاموا بمحاولة تسييس الدين وليس تدين السياسي أصلا كما يفترض أن تكون الأمور في حقيقة على حقيقتها، وفي نفس الوقت بيحاول أن يجعل من هذه القضية الذاتية لجهاد الجماعة أو لهذا الشخص هي قضية الإسلام. طب إذا قضية الإسلام لماذا الجماعات نفسها أحيانا تتحارب وتتقاتل؟ وهذا الخطأ اللي يقع فيه كثير من الجماعات الإسلامية، يعني يريدوا أن ينشئوا دولة دفعة واحدة ويريدوا أن يجعل من الإسلام رغم يعني في النهاية هو مصلحة الأمة، ورغم هم يسعوا إلى مصالحهم الشخصية في جزء كبير منه. وأيضا أتت هذه الدعوات على أرضية من الجهل، عدد كبير من الناس لم يكن يفقه شيئا أصلا، وبالتالي أنت تستطيع أن تقولبه كما تشاء في الوقت الذي تشاء وتحمله على ما يحمل. دكتور واقعيا بغض النظر عن جهل هذه الفئة من الناس، هل فعلا يمكن يوما ما إقامة دولة الخلافة الإسلامية من جديد؟ أنا يعني هذه النقطة لعل المحاضرة الأخيرة التي قدمت في هذا الشأن، أنه هل يمكن أن تقوم دولة إسلامية؟ أنا أعتقد أن الدولة الإسلامية لن تقوم إلا بتطبيق الإسلام. يعني الجانب السياسي لا يستطيع أن يقيم دولة بمعزل عن المجتمع المسلم كامل، لأن في النهاية لم تقم الدولة الإسلامية إلا في زمن الرسول وزمن أبو بكر وعمر وجزء من مسيرة عثمان. بعد ذلك لم تعد دولة إسلامية، هم الآن يقرأوها دولة إسلامية والدولة الأموية دولة إسلامية، ليست كذلك. في النهاية عندما معاوية يحرم الناس من عطاءاتهم
وعندما عبد الملك بن مروان يقول من والله من دعاني إلى تقوى الله قطعت رأسه، وكان يمنع الناس أعطاها، أي علاقتها بالإسلام كدين؟ هي سياسة ملك، أصبحت قضية، أصبحت قضية حكم، لهاش علاقة في النهاية. سأل المجتمع الإسلامي، أرضية المجتمع الإسلامي كانت بهذا الأمر، لكنها أيضا حتى المجتمع في لحظة من اللحظات يتماهى مع 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 السلطة، مع السلطة القائمة. وهذا الأمر يعني من السهل جدا أن تدركه في بكل بساطة في تجربة الأمويين. حتى عندما كان يعني الوليد بن عبد الملك مغرما بالبناء، انتشر البناء والناس لم يتحدثوا إلا عن البناء. نفس هؤلاء القوم عندما أتى سليمان كان نهما يحب الأكل، صار الناس ما يحكوش إلا شو عن وصفات الطبيخ المنتشرة في الدولة. ثم عندما أتى عمر بن عبد العزيز وكان رجلا متدينا سنتين ونص، كل الناس يحكم لا يتحدثوا لنا كم حفظت من القرآن وكم صليت الليلة وكم أخرجت من الزكاة. ثم أتى يزيد بن عبد الملك بعد حين بعده مباشرة يعني في سنة 101 وكان رجلا سكيرا على آخر درجة. أصبحت هناك مفردات الخمر ومصطلحات الخمر والحديث عن الخمر هو الطاغي على الدولة. وماذا عن اقتراب نهاية داعش والتيارات الإسلامية التي اتسمت بالعنف والهمجية؟ إذا بدنا نأخذ التاريخ كحكم في هذا المجال، نعم ستصدر هناك جماعات إسلامية مرة بعد مرة، لأن هي إفراز طبيعي لكل الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية التي يمر بها أي مجتمع في المقام الأول. لكن حتى يعني أنت تتحدث عن داعش، أنا الحقيقة لا أريد أن أخوض في موضوع داعش. موضوع داعش أنا أعتقد أنه هو مجموعة ضخمة من العوامل المتداخلة أكثر منها فقط ديني، في استخباراتية في جزء منهم مسلمين مغفلين، في جزء منهم مسلمين حاقدين ناقمين، يعني تسمع أنه زعلان من والده وزعلان من الظروف السياسية بده يعبر عن غضبه ويخرج إلى يقتل. ما هو بين العقل يعني بين العقل والجنون هي لحظة في النهاية. الإنسان عندما يعني يفقد إنسانيته في لحظة من اللحظات قد يتبع جماعة من هذه الجماعات. ما الذي يجعل من هذه الجماعة مثل داعش يعني تحت أي شرط من الشروط مقبولة ولا معقولة في الدنيا تقوم بقتل المسلمين أو الأبرياء أو الأمينين؟ ما لهاش علاقة الدين بالموضوع. طب ما هو في النهاية قتل المسلم الواحد حسب النص الديني كان قتلت الناس جميعا، وبالتالي أنت تريد أن تقتل الناس جميعا مشان تسوي حكم لمين؟ طب تسوي حكم في الأخير حتى باسم الإسلام تدعو له؟ هذا أمر ليس صحيحا. لكن في النهاية ما دامت الظروف لم تصوب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا عندنا في مشاركاتها، إن ستبقى تتوالد وتتلبس باللباس الديني، لأن اللباس الديني بضم إلى أنت عدد أكبر من الأعوان.